موجوده عندك. ليها نوعين رئيسيين، هو ايه؟ سيستم سوفت وير. سيستم سوفت وير ده اوبريتنج سيستم بيعمل يوتيلايزيشن للريسورسز ديت، وانت بتنزل عليه اي ابلكيشن انت عايزه هو اللي بيقدم لك السيرفيس ديت. خلاص؟ في مشكله؟ عندنا سوفت ويرز مجانيه، في عندنا سوفت ويرز بفلوس. فيا ريت نبقى نراعي الموضوع ده بعدين في مستقبلنا ان شاء الله. وقلنا من تدرج الميموريز الموجوده في الجهاز من الابطا للاسرع، ومن الاقرب من الابعد للاقرب بالنسبه للسي بي يو. كل ما تقرب من السي بي يو كل ما تحتاج ميموري سريعه تواكب السرعه بتاعته. اتفقنا اي برنامج عشان يقدر يشتغل؟ برنامج محتاج رامات كافيه ان هو يشتغل فيها بحريه. في حد عنده اي استفسار؟ في اي حاجه مش واضحه؟ تقريبا كده السيشن النهارده انتهى، ممكن تتفضل.